أقول لك تحيات الأستاذ الدكتور الشيخ محمود هاشم الحمداوي رئيس الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم الأنساب المركز العام بغداد، ويهديك باسم الرابطة هذا درع الرابطة، تثمينا لمواقفك شكرا جزيلا البطولية، لمواقفك المشرفة تجاه الرابطة واتجاه الموصل واتجاه كل هاي النشاطات الطيبة. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا وتقدير رئيس. أنت أكبر من أن تكرم علينا، فأنت منزل جهادي من دكتور الله يبارك وتستحق الأكثر. ممنون جدا ممنون جدا ممنون. شكرا جزيلا. ممنون بارك الله فيكم. ممنون جزا الله يبارك. زار وفد الرابطة العراقي للتاريخ وتوثيق علم الأنساب فرع الموصل قناة الموصلية لتقديم التهاني والتبريكات وتقديم درع رابطة التاريخ وتوثيق علم الأنساب فرع المركز الرئيسي في بغداد، مع تحيات الشيخ الدكتور محمود هاشم المحمداوي رئيس الرابطة المركز العام بغداد، وقلادة الرابطة، مع شهادة شكر وتقدير مقدمة أيضا من الرابطة، تكريما للأستاذ الفاضل غازي فيصل، ولقناة الموصلية الرائدة الدؤوبة في عملها لخدمة أهل الموصل. هذه القناة الأولى في الإعلام التي يشهد لها القاصي والداني بأنها واكبت كل المراحل، بدءا بمراحل القتال بصفحاته، وعرضوا أنفسهم إلى أخطر المواقف، وقدموا الشهداء والجرحى، وغطوا كل صفحات القتال إلى حد التحرير، ومن ثم واكبوا مرحلة إعادة الحياة إلى الموصل في إعادة الخدمات وعودة الناس إلى بيوتهم وعودة الحياة بتفاصيلها، تابعوها بدقة يوما بيوم، ثم تابعوا معاناة ونقلوها معاناة أهل الموصل ونقلوها في الإعلام. وكانت هذه القناة الرائدة هي سباقة في تغطية كل هذه الأحداث، ولا زالت، فحقا هي قناة الموصل الأولى، وجزاهم الله كل خير، ورحم الله شهداء الموصلية وشهداء الموصل وشهداء العراق العظيم. جاءت زيارتنا لهذا اليوم لتكريم قناة الموصلية المجاهدة البطلة من خلال رمزها ورائدها الأستاذ غازي فيصل، تلك القناة التي شاركت الموصليين همومهم وأيضا فترات تحريرهم، وكان لهذه القناة دورا كبيرا جعلها تخرج من محليتها إلى مستوى العالمية، حتى بات كل مواطن عراقي وحتى من خارج العراق يريد متابعة أخبار الموصل خلال مرحلة التحرير، كان يرى في هذه القناة المصداقية وأيضا الحقيقة الكاملة. وأيضا كما قلت أن هذا الرجل المعطاء الذي مثل رمزا للشموخ وكان بحق جبلا سامقا في ساحة الإعلام، حيا الله هذه القناة الكريمة الباسلة، وحيا الله رائدها، وأيضا حيا الله كل العاملين فيها لمصداقيتهم وحرفيتهم ومهنيتهم، وهي أكبر من أن تكرم، إلا أن هذه الرابطة رابطتنا رابطة التاريخ وتوثيق علم الأنساب
رادت أن تشارك تكريم هذه القناة الكريمة، وأيضا ليكون دافعا للجميع، لا سيما بأن هذه الرابطة وأيضا ما ترنو إليه هذه الفضائية هو ذات النهج. الكل يسعى للم الشمل وأيضا لرأب الصدع الذي حدث نتيجة للسنوات الأربعة العجاف. حضرنا نحن وفد الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم الأنساب لتكريم الأستاذ غازي فيصل مدير عام القناة، وهو يستحق هذا التكريم لأنه ابن الموصل البار، ولأنه قدم خدمات جليلة للموصل، حال حال الكثير من أبناء الموصل، وكل من موقعه. وفي هذه المناسبة ومن هذا الصرح العظيم أخاطب أبناء الموصل، أبناء نينوى، وأقول لهم: نينوى خرجت من بطن الحوت، فكونوا لها شجرة اليقطين. جاءت زيارتنا للفضائية الموصلية الغراء تثمينا لجهودها المتميزة في خدمة أهل نينوى في كافة المجالات بكادرها المتميز الذي قدم الكثير الكثير، وعلى رأسهم الأستاذ غازي فيصل مدير القناة، هذا الرجل الأصيل صاحب المواقف المشرفة الذي قدم لأهل الموصل الكثير. وما هذا التكريم إلا لقناة الموصلية إلا لاستحقاقها هي وكادرها ومديرها، هذا الرجل الأصيل الذي قدم للموصل الكثير الكثير. علما إن أهداف رابطتنا التقت مع قناة الموصلية في بث روح التسامح والألفة بين أهل نينوى ونبذ الفرقة والعنف، وكذلك المحافظة على تاريخ وتراث وحضارة نينوى.